شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، طبعا على هامش مؤتمر الأطراف 28 والمنعقد حاليا في دولة الإمارات. ودور الطاقة النووية، الطاقة النووية لها دور أكيد كبير يساهم في تحقيق الحياد المناخي. اليوم الطاقة النووية تعتبر طاقة منخفضة الانبعاثات من ناحية الكربون. في الثاني من ديسمبر، من قبل كم من يوم، تم الإعلان من قبل دول العالم وقادة العالم بالإضافة لدولة الإمارات التزامها بتحقيق مضاعفة الطاقة النووية 3 أضعاف. هذا طبعا يؤكد التزام الدولة بالحياد المناخي من أجل تحقيق رؤية دولة الإمارات. إذا جينا تكلمنا عن دور الهيئة بالنسبة للتغيرات المناخية وإلى ذلك، اليوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لها دور فاعل من ناحية الرقابة على المنشآت النووية للتحقق من سلامتها وأمان المفاعلات النووية. فأي متغيرات مناخية قد يكون لها تأثير سواء دايركت أو بشكل غير مباشر، يجب أن يكون في أولوية النظر لها من ناحية الهيئة. فاليوم خلال المؤتمر الحاصل كان في لنا تعاون بيننا وبين الهيئة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم الإعلان عن إطلاق مشروع مبتكر هو عبارة عن مشروع تشغيل الأمان النووي، وهو عبارة عن منظومة متكاملة تنظر إلى عملية ربط المعلومات الموجودة المتعلقة سواء بالأرصاد وأيضا الأقمار الصناعية وتحليل البيانات بسبب التأثيرات المناخية، سواء المعلومات الموجودة في المؤسسات اللي موجودة في الدولة أو حتى خارجها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فطبعا هذا مشروع استباقي من قبل الهيئة كهيئة رقابية بالنسبة لكل الهيئات الرقابية المسؤولة عن المفاعلات النووية حول العالم. فيحسب لدولة الإمارات هذا الإنجاز وهذا المشروع المبتكر، وسيعزز من فاعلية دور الهيئة بإذن الله. مهندس سارة، اليوم كانت هناك جلسة حوارية نقاشية، أهم ما تم طرحه في هذه الجلسة؟ طبعا المشروع المبتكر هذا اللي ذكرته من شوي، هذا كان أحد أبرز الأمور اللي تم ذكرها في المؤتمر. بالإضافة إلى ذلك تم طرح مواضيع مختلفة تتعلق بالتغيرات المناخية التي قد تؤثر على العمر الافتراضي للمفاعلات النووية، وأيضا تؤثر على أمان وسلامة المفاعل. وهنا يأتي سواء دور المشغل ويأتي دور الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهذا ما هو استعرضناه، ما هو دور الهيئة وهو الرقابة المستمرة خلال عمليات تشغيل المفاعلات، وأيضا وضع اللوائح والإرشادات وتغييرها أو النظر إليها في فترات معينة نظرا واستنادا إلى التغيرات المناخية اللي تحصل حول